موقع الشيخ براك الشمري. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة، نسألك الفردوس الأعلى من الجنة مع آبائنا، مع آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وأحبابنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم حرم هذه الوجوه على النار، اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم إنا على النار لا نقوى، اللهم إنا على النار لا نقوى، اللهم فحرمنا على النار برحمتك يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، وشماتة الأعداء وموت الفجاة، وموت الفجاة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا كربا إلا نفسته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا تائبا إلا قبلته، ولا ضالا إلا هديته، ولا تائبا إلا قبلته، ولا محروما من الذرية إلا ذرية صالحة رزقته. اللهم من كان من بيننا محروما من الذرية، اللهم فارزقه الذرية الصالحة المصلحة، اللهم ارزقه الذرية الصالحة المصلحة. اللهم من كان من بيننا معيونا أو ممسوسا أو محسودا أو مسحورا، اللهم إلا أخرجت ما بهم من أذى، اللهم أبطل ما سحروا، أبطل ما سحروا، إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى، برحمتك يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا من أظهر الجميل وستر القبيح، يا من لا يؤاخذ بالجريرة ولا يهتك الستر، يا حسن التجاوز، يا واسع المغفرة، يا باسط اليدين بالرحمة، يا باسط اليدين بالرحمة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر ذنوبنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار، وتوفنا مع الأبرار، واسترنا بسترك، اللهم استرنا بسترك.
نفسك يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم عز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداك أعداء الدين وانصر إخواننا المرابطين في كل مكان. اللهم وفق ولي أمرنا ونائبه لما تحب وترضى اللهم كن لإخواننا المستضعفين فوق كل أرض وتحت كل سماء. اللهم كن للمسلمين اللهم إن أمة محمد صلى الله عليه وسلم قد أصابها ما أصابها من الذل والهوان. اللهم فأعد إلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم عزها. اللهم أعد إلينا عزنا ومجدنا يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصل اللهم وسلم على نبينا محمد. قدمت لكم هذه المادة من موقع الشيخ براك الشمري www.bالشمري.com.